ألعاب وسط الدمار، صورة قد لا تشاهدها إلا في العراق هنا الموصل في أيام العيد، حيث تحاول ضحكات الأطفال أن تكون أعلى من صوت حرب هدمت بيوتهم ودمرت أحياءهم. يعني خطر على الأطفال بالنسبة للأنقاض، بالنسبة قدام عينك صور العماير هوني، يعني واقعة، يعني لحد الآن لا الحكومة جت عليها كملتها ولا صاحبيها هم المخذيها كملوها، يعني مشتوتي هاي قدام عينك عشوف. ليس الدمار فقط ما يحاول الأطفال تجاوزه في أيام العيد، فالفقر أيضا يسعى جاهدا لحرمانهم من فرحتهم. يعني أغلب الناس ما عنده فلوس، أهلي ده ما عنده مصرف، أيام ما تسألوا بابا ما مشتغل ومو الدولار، وأيام رمضان والدولار أثر يعني على الوضع الاقتصادي، فقد مرة يعني طفل أذنبه، يعني ربع دينار ما لها قيمة ما عنده، وهذا أيام يعني هي الفرحة لهاي الأطفال، يعني لا مصرف عندهم لا عيد مثل أيام قبل وأيام أعيادنا نحن. معظم سكان المنطقة من أصحاب الدخل المحدود، وزاد الإهمال الحكومي لمناطقهم من معاناتهم وأجبرهم على اللجوء إلى الدين في محاولة منهم لرسم الابتسامة على وجوه أطفالهم. هذه المناطق القديمة اللي عانت ما عانت من خراب ودمار، والسع ما زاد الطين بلة الاقتصاد وارتفاع الدولار مما انعكس على وضع أهالي المنطقة، والله أكثرهم ما عندهم، ويعني أهاليهم تستحي إيش تقول لهم ما عندي، يعني مثلاً هو مدين هدوم اللي مال عيد، وحتى العيدانيات يعني دين أكثرهم، وتبقى الموظفين والشوية وسط هم يعني يعانون ما يعانون، يعني بتدوب تكفي معيشتهم. أكثر من 10 أعياد تمر على الموصل والمعاناة نفسها، بل وتزداد سوءاً عاماً بعد عام، في ظل حكومة لطالما كانت وعودها في واد وما تفعله على أرض الواقع في واد آخر.